تستمر المنافسة بين مليارديرات العالم على اقتناء أفخم وسائل الراحة والرفاهية من سيارات ويخوت وطائرات. نحن اليوم نتعرف على أغلى 5 طائرات خاصة في العالم في عام 2016، والبداية دائما مع المركز الخامس الذي تحتله الطائرة بوينغ 767-33ER، وهي طائرة تمتلك قيمة ما بين 120 إلى 170 مليون دولار أمريكي، وهي الطائرة الخاصة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي تقدر ثروته الإجمالية بنحو 7 مليارات و600 مليون دولار أمريكي. المركز الرابع من نصيب الطائرة بوينغ 747-400، وهي الطائرة الخاصة للأمير السعودي الوليد بن طلال. هذه الطائرة تمتلك قيمة بنحو 220 مليون دولار أمريكي، ومالكها السعودي يمتلك ثروة إجمالية تقدر بنحو 17 مليارا و600 مليون دولار أمريكي. المركز الثالث من نصيب الطائرة بوينغ 747-430، وهي الطائرة الخاصة لسلطان بروناي حسن بلقي. هذه الطائرة تمتلك قيمة بنحو 233 مليون دولار أمريكي، ومالكها سلطان بروناي يمتلك ثروة إجمالية تقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي. نتحول إلى الطائرة الثانية من حيث القيمة في العالم، وهي الطائرة إيرباص 340-300، وهي الطائرة الخاصة للملياردير الروسي أليشار أوثمانوف، الذي يمتلك ثروة إجمالية تقدر بنحو 12 مليارا ونصف مليار دولار أمريكي. هذه الطائرة لها قيمة في السوق تقدر بنحو 350 مليونا إلى 450 مليون دولار أمريكي. والآن نستعرض أغلى طائرة خاصة في العالم والتي تحمل العلم السعودي، وهي طائرة إيرباص A380 كاستم، والتي يمتلكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي يمتلك شركة المملكة القابضة ومجموعة من الأسهم، لعل أهمها سهم في تويتر وأيضا سهم في سيتي جروب. هذه الطائرة تمتلك قيمة بنحو نصف مليار دولار أمريكي، ومالكها السعودي يمتلك ثروة إجمالية تقدر بنحو 17 مليارا و600 مليون دولار أمريكي.